السفير الجديد لنادي برشلونة خلال حضوره لفعاليات مباراة كل النجوم التي تحتضنها مدينة نيو أورليانز، قال أن برشلونة سيلعب مباراة الكامب نو ضد باريس سان جيرمان بصورة مختلفة عن مباراة الذهاب. خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان واحدة من مفاجآت كرة القدم، لكن فريق البارسا من دون الشك سيلعب بشكل مختلف في مباراة العودة. برشلونة فريق كبير وقوي ويعرف كيف يعود في النتيجة لصالحه. الدوري الإيطالي انتزع